الشيخ وفقكم الله، يقول: بيع الذهب عن طريق بطاقة الصراف الآلي، هل هذا جائز حيث يتم التقابض في الحال؟ لكن الذهب حاضر وثمنه غائب، ثمنه غائب ما هو بحاضر في المجلس، لكن بعض العلماء يقول هذا في حكم المقبوض لأنه كأنه حاضر، لأنه في حكم المقبوض فيرخص ويتساهل في هذا، لكن النظر للحديث ولا يباع غائب بحاضر أو بناجز. نعم.